وعهد الله صوتنا اتنبع في القناة هنا ان نشوف شاشة سوبر اموليد بريفريش ريت عالي في الفئة المتوسطة. وفعلا يعني انا في اللحظة اللي بكلمكم فيها دلوقتي انا مش مصدق نفسي وانا بقول لكم ان ده بقى حقيقي دلوقتي. دلوقتي احنا كمستخدمين نقدر نشتري موبايل متوسط بمميزات فلاكشيب، ودي تعتبر حاجة عظيمة. ومش الشاشة بس المميزة او المبهرة في الموبايل دوت، في كمان حاجات تانية، وما تقلقش هنتكلم عن كل حاجة ممكن تيجي في دماغك في الفيديو دوت. بقالنا كتير ما عملناش فيديو اللي هي فيديوهات الاخبار، انتوا عارفين لما بينزل موبايل جديد بره بنعمل له تغطية شاملة هنا في القناة. برضو في موبايلات قوية هنتكلم عليها بعد كده في الفيديوهات اللي جاية. وحابب افكرك بحاجة مهمة، ان دايما اللي بينتظر في مجال التك بياخد موبايل افضل في العتاد وبصفقة افضل، والاستعجال مش مفيد يعني في اي حاجة. واكتر الناس الحقيقة يعني انا بزعل من القرار اللي ممكن بيعملوه او القرار اللي اخدوه، هما الناس اشتروا موبايل معين جديد وتفاجئوا ان الموديل الاحدث من نفس الموبايل نزل بعد اسبوعين بس او ثلاثة، بيكون ندمان جدا وقتها ان هو ما انتظرش الحبة الصغيرين دول. فياريت ارجوك انتظر الموبايلات الجديدة، حتى لو انت مش متحمس كفاية للموبايل ده، في موبايلات تانية قوية جدا برضو. وحابب افكرك ان بنرد على جميع الاسئلة على رسائل انستجرام لو انت مش عارف. وحاسس ان نسيت حاجة، وهي ان نسيت اقول اصلا السلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ وخلينا نبدا على طول دلوقتي لاني متحمس. بس لو مش متابع القناه لسه، اعمل اشتراك او سبسكرايب وفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد انزله، وما تنساش تدعم نوار بلايك للفيديو. خلينا نسمع كلمتين من سبونسر فيديو النهارده. احنا عارفين قد ايه دلوقتي اولادنا متعلقين بالموبايلات والنت بشكل شبه ادمان، وقد ايه ان في تطبيقات كتير ومواقع خطيره جدا عليهم. تطبيق فامي سيف هنا بيوفر حمايه 24 ساعه لاولادك، مهما كنت بعيد عنهم في شغلك هتقدر دايما تتحكم تحكم كامل من بعد على الموبايل بتاعهم. تحت بتلاقي التطبيقات كلها على الموبايل، تقدر تعمل وقت محدد يوميا لتطبيق معين، مثلا مسموح له يوميا يتفرج بس على ساعه واحده على اليوتيوب. انا بدي لك بس مثال على اليوتيوب، بس تقدر تعمل كده على اي تطبيق على الموبايل مهما كان. او ممكن ببساطه في اي وقت تقفل السكرين او اللي هي الشاشه بشكل كامل جدا. كمان بيقدر يقول لك في اي وقت مكان ابنك او بنتك فين بالظبط عشان ما تكونش قلقان عليهم طول الوقت. وممكن تعمل حظر للمواقع اللي هي مش كويسه كلها، وحتى تعمل بلوك للمحتوى الغير لائق على السوشيال ميديا زي الصور او حتى البوستات اللي فيها كلام مش كويس ممكن يقراه او تقراه بنتك او ابنك. التطبيق متعدد المنصات، يعني يقدر يشتغل على ويندوز، ماك، كيندل فاير، اندرويد، واكيد ايفونز كمان. تقدر تحمله مجانا تماما ليك 3 ايام تقدر تجربه بشكل مجاني بالكامل، وهسيب لك رابط التحميل تحت الفيديو. يلا بينا نكمل الفيديو. بالنسبه لمحتويات العلبه، لما بنفتح العلبه بنلاقي الظرف اللي بيكون فيه ورق الارشادات اللي ما حدش بيقراه دوت وبنرميه او بنخليه في العلبه بنركنه، والجراب الشفاف اللي هو يعتبر ممتاز، واللي بيكون فيه غطاء او اللي هو حته زياده كده لمنفذ الشحن، بتقفل على منفذ الشحن عشان تحميه من التراب والرطوبه لو انت مش بتشحن. ومميز ان الجراب كمان بيغطي الجزئيه بتاع بروز الكاميرات في الظهر لحمايتها، وعامه بيكون الجراب يعني بريميوم جدا. ريدمي نوت 10 برو ماكس، الاثنين خلي بالك نفس الموبايل، الفرق بس ان كلمه ماكس ديت خاصه بالسوق الهندي والبرو بقيه الاسواق. عشان ما تتلخبطش فاحنا او تتشتت، فاحنا طول الوقت في الفيديو هنقول ريدمي نوت 10 برو، خليك عارف ان هما نفس الموبايل يا دوب بس اللون مختلف. بنلاقي في العلبه برضو ادابتر الشاحن 33 واط والكيبل اللي هو من نوع تايب سي، وخلاص مفيش حاجه تانية في العلبه. وفي سكرينه بتكون متركبه جاهزه على الشاشه، ما بتبقاش افضل حاجه الحقيقه، بس ممكن تغيرها بعدين في اي وقت لو حابب. بالنسبه للتصميم والخامات، التصميم هنا يعتبر كفكره مش جديد، ويعتبر تعديل على تصميم موبايل تاني زي المي 10 تي. طبعا دي حاجه كويسه اللي هي ما زعلناش في اي حاجه، لان مي ديت هي السلسله الرئيسيه او الفئه الرائده بتاعتهم، على عكس ريدمي هو البراند الفرعي، مفهوم البراند الفرعي. الناس اللي كانت بتشتكي قبل كده ان ما بيفضلوش قوي الموبايلات اللي وزنها تقيل نسبيا، وخاصه السيدات او البنات كانوا بيلاحظوا الموضوع دوت اكتر، موضوع وزن الموبايل الزايد. واضح ان هم اخدوا الموضوع ده يعني على محمل من الجد، لان هنا خلوا وزن الموبايل 193 جرام، ودي حاجة كويسة جدا لو بصينا ان مفيش في نفس الوقت تضحيات في حاجة زي حجم الشاشة او في البطارية. شكل الموبايل يعتبر شيك جدا وعاجبني، ومفيش مخاطرة هنا لان مفيش افتكاسات تصميمات جديدة، وبرضو دي حاجة تعتبر ايجابية. الموبايل بيجي بـ IP53، مش IP جامد او يعني، بس اللي هو يعني شوية حماية من التراب ورذاذ المية. لو بصينا في ظهر ريدمي نوت 10 برو هتلاقي على الشمال الكاميرات مرصوصة، عدسة كبيرة في الأول وهي الكاميرا الأساسية الـ108 ميجا بكسل،
واللي متحمس برضو نتكلم عنها بعد شوية. في كلمة ريدمي تحت على نفس المحاذاة. ولو بصينا في الجهة الأمامية بنلاقي شاشة السوبر أمد اللي فيها ثقب الكاميرا الأمامية، وعلى اليمين في زرار باور انبوتمنت فيه البصمة. وعلى فكرة يعني هما كان ممكن ان هما يخلوا البصمة تحت الشاشة بما ان ده طبعا بانيل اوليد، بس مفيش مشكلة ان برضو البصمة في الجنب كويسة وسريعة. وفوق بيكون فيه زراير الصوت. وعلى الجانب الشمال الموبايل مفيش غير مكان السيمتري اللي هو بياخد خطين كارت ميموري في مكان مستقيم، ومن تحت السبيكر الاساسي وجنبه منفذ الشحن التايب سي والمايك الاساسي. لحد دلوقتي الخامات واضح جدا ان هم ما استخسروش اي حاجة بالنسبة للشاشة، ودي حاجة قوية جدا في الموبايل ده. شاشة كبيرة 6.67 بوصة، الدقة هنا فوق الاتش دي بلس، ودي حاجة متوقعة طبعا، ما نقدرش نطلب اكتر من كده. هنا الحقيقة هيشتمونا اقسم بالله. وبانل الشاشة من نوع سوبر اماليد مش اي بي اس ال سي دي، ودي حاجة اول مرة نشوفها على فكرة، يعني لو ما تعرفش اول مره في سلسله ريدمي نوت دايما كانت الشاشه اي بي اس. وعشان افكرك بسرعه كده، الشاشه السوبر اماليد افضل من الشاشات الاي بي اس ليه؟ اولا هي اغلى في الثمن، بحافظ على الموبايل عشان لو الشاشه اتكسرت تاخد ضرر، يكون فيها الالوان فيفيد بزياده والكونتراست عالي، وكمان عشان بتتصنع من ماده عضويه فكل بيكسل فيها بينور ذاتيا، مش محتاج يعني طبقه اضاءه في الظهر زي الشاشات الاي بي اس ال سي دي او شاشات ال سي دي. وكل بيكسل برضو مستقل او ممكن يعني يشتغل على حده، وده معناه ان انا دلوقتي لو بتفرج على فيلم وفي مثلا وليكن ان البطل لابس تي شيرت والتي شيرت دوت اسود، فمعناه اللون الاسود ده بيكسلز مطفيه تماما، وده توفير في البطاريه. واخيرا التاتش بيكون ريسبونسيف اكتر شويه، وزوايا الرؤيه افضل وخاصه تحت اشعه الشمس. مش معنى كده ان اي بي اس ال سي دي اللي هي خلاص بقى عمالين نرمي عليها كلام ملهاش لازمه، لا طبعا كل شاشه ليها مزاياها، بس الاماليد افضل. شاشه ريدمي نوت 10 برو جايه بميزه جباره، وهي الريفرش ريت ال 120 هرتز مع شاشه سوبر اماليد. ريفرش ريت معناها يا جدعان التحديث للشاشه لكل ثانيه، او المحتوى المعروض على الشاشه لكل ثانيه. وعملنا فيديو مخصوص بنوضح الريفرش ريت، فهسيب لك الرابط بتاعه تحت الفيديو واكتب بص عليه لو حابب بعد ما تتفرج على الفيديو ده. الشاشه هنا بتدعم ال HDR 10 يعني هاي دايناميك رينج، وده بيخلي الجودة افضل. والكلام ده لو بتتفرج على محتوى ال HDR. طب واحد يسألني نوار، طب انا دلوقتي شاشتي ما بتدعمش ال HDR. بتدعم ايه؟ بتدعم حاجة تانية اسمها SDR او Standard Dynamic Range، ودوت العادي او التقليدي. وعامة زي ما وضحنا لازم المحتوى يبقى HDR، بتلاقي الحاجات المحتوى ال HDR ده في مسلسلات وافلام على حاجه زي نتفليكس مثلا، وبرده في فيديوهات على اليوتيوب HDR. على فكره يا جدعان اللي مش عارف، يوتيوب نزلت تحديث جديد على التطبيق بتاعهم دلوقتي، حتى لو شاشتك 720p 1080 اي حاجه هتلاقي ان في جوده مفتوحه لك لحد 4K او على حسب الفيديو، فدي حاجه كويسه طبعا. ولكن بيستفاد من البيتريت الاعلى، لان الفيديوهات ال 4K دي بتبقى مضغوطه بشكل اقل، يوتيوب بيفحص الفيديوهات بتاعتك. نرجع هنا مع سطوع الشاشه، وهي 450 نتس تقريبا، ومعروف ان يعني لو عملت سطوع على اوتو، خليت السوفت وير هو اللي بيتحكم فيه، لو انت مثلا بره في الشمس السطوع بيعمل حاجه اسمها بيك او بيعلى خالص، ممكن يوصل لحد 1200 نتس. وفي هنا الاصدار الخامس من جوريلا جلاس، واللي بتصنعه شركه كورنينج الامريكيه. بالنسبه بقى للاداء، وهنا الاداء كويس بس مش مبهر، يعني مش هقول لك مبهر، لان عشان يعملوا تحديث كبير في حاجه زي الشاشه والكاميرا فمش هيقدروا برضه في نفس الوقت يزودوا المعالج كمان عشان يتحكموا في التكلفه الاجماليه. المعالج هنا سناب دراجون 732 جي، والجي بترمز لجيمنج يعني تشيب جيمنج او تشيب للجيمرز من الشركه الامريكيه كوالكوم. وما تفهمنيش غلط، المعالج ده ممتاز جدا كمعالج متوسط، وشفناه وجربناه اداؤه المحترم والمستقر حاجه زي البوكو اكس 3 ان اف سي. وعندك هنا اللي بيساند المعالج الرئيسي هو ادرينو 618 كمعالج رسومي، والتشيب هنا مبني على معماري 8 نانومتر، وده معناه انه بيوفر شويه في البطاريه وبينتج في نفس الوقت سخونيه اقل مقارنه مثلا لو التشيب 10 او حتى 12 نانومتر. الرقم الاقل بيعبر عن ان التشيب متطور اكتر واصغر في الحجم، بدون طبعا التضحيه في الاداء لو انت بتسجل. طب هنقدر نلعب بقى على الموبايل ده ايه الدنيا بتاعته؟ تقدر تلعب بدون مشاكل على 60 فريم في اغلب الالعاب، اعدادات متوسطه او اعدادات عاليه على حسب حجم اللعبه واستهلاكها لموارد الموبايل. ما تقلقش خالص من جزئيه الاوفر هيتنج، يعني هتقدر تلعب لوقت متواصل من غير ما تكون قلقان، ولان الاداء دايما ما بيكملش من غير ايه؟ البطاريه. محتاجين هنا بطاريه قويه تدعم الاداء دوت.
بطارية هنا تعتبر كويسة محترمة 5020 ملي أمبير، ما فيش تطوير في الجزئية دي بس تعتبر برضو لسه يعني 5000 ملي أمبير يعتبر حاجة كويسة دلوقتي، مع برضو الشحن المتعودين عليه 33 واط شحن سريع، مش أسرع حاجة في الكون ولكن مناسب جدا. وبالنسبة للكاميرات واللي كتير مننا ممكن يشتري او ما يشتريش موبايل حرفيا بناء على سيت اب الكاميرات ونتائج الصور، فالكاميرا الاساسيه هنا 108 ميجا بكسل f1.9 وسنسور سامسونج HM2. ما تتخدعش ابدا بالارقام الكبيره في اي موبايل للميجا بكسل لان هي مش اهم حاجه خالص، او ممكن ما تعبرش حتى عن قوه السنسور. حجم السنسور اهم حاجه وحجم البكسل الواحد مهمين جدا، مثلا 12 ميجا بكسل كافيين جدا ان هم يدوك نتائج بروفيشنال لو الشرطين اللي قلناهم متوفرين. الكاميرا بقى الاهم بعد الاساسيه هي الوايد انجل للكادر الواسع، وهنا هي هنا 8 ميجا بكسل وسنسور من صناعه سوني و f2.2. والكاميرتين اللي ما بفضلهمش الحقيقه الماكرو والديبس 5 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل، وكنت اتمنى لو بدلوا او شالوا واحده منهم وخلوا فيها عدسه زوم اوبتيكال حقيقي كان هيبقى افضل بمراحل. بس برضو خلينا نقول يعني هم حاطين لنا خلطه كده جامده في الموبايل ده ما نقدرش نطلب بعديها. عارف انت بقى لو يظبطوا السعر كمان مع الحاجات دي تبقى حكايه. الموبايل ده يعتبر ارخص موبايل نزل بسنسور سامسونج ال108 ميجا بكسل دوت، هقول لك طبعا سعره بره عامل كام بعد شويه. في الصور في السنسور ده باي ديفولت بيصور صور 12 ميجا بكسل، امال فين ال108 ميجا بكسل نور ده؟ انت صدقتنا عليها من شويه. كوضع ثانوي في الموبايل انت ممكن تشغله لو حابب، وخدها مني قاعده كده اي موبايل ان لو في مثلا دقه معينه باي ديفولت الشركه حطها لك اعرف ان دي احسن دقه بتدي نتائج الصور او اللي بيعتمد عليها. طيب المبهر بقى ان النويز في الصور قليله جدا، ده طبعا بالنهار مع دايناميك رينج محترم. بتلاقي اختيار 2 اكس زوم لو عاوز زوم، بس طبعا زوم ديجيتال مش حقيقي، وبنصح ما تستعملوش غير لو انت مضطر قوي، يعني عايز تزوم زوم برجلك قرب على حاجه. في دعم تسجيل فيديو جوده 4K 30 فريم في الثانيه، وبالنسبه للكاميرا الاماميه فهي 16 ميجا بكسل f2.5، ودي تعتبر فتحه عدسه ضيقه وبالتالي مش هتبقى افضل حاجه خاصه في ظروف الاضاءه اللي هي مش عاليه. والموبايل مبهر طبعا واستحق الانتظار جدا، وعاوزين نشوف برده ريلمي فينك يا ريلمي، ونتمنى ان تكون برده حاجه قويه جدا منهم عشان نشوف منافسه افضل السنه دي. سوفت وير في الموبايل دوت هو MIUI 12 او 12، ده احدث واجهة من شاومي مع احدث برضو نظام اندرويد مستقر اندرويد 11. المفروض ان الموبايل ده فيه NFC بس ده بيعتمد على السوق الموجه ليه، فاحنا نتمنى ان النسخة اللي تنزل لنا يبقى فيها NFC. تستخدم NFC في الدفع اللاتلموسي. ميزة تانية استخدام الموبايل كريمو كنترول للاجهزة الكهربائية، في ناس بتسأل عنها، ودي بالاي ار بلاستر. حاجة برضو مميزة جدا هنا ومهمة قوي وهي تجربة الصوت المحيطية، فعلا الاستيريو بيفرق جدا عن السبيكر الاحادي في تجربة الصوتيات. بالنسبة بقى لسعر الموبايل ده حوالي $260 او ما يعادل 4100 جنيه مصري، 6 رام 64 جيجا مساحه داخليه، ممتاز جدا جدا جدا. وطبعا بيكون في اختلافات بسيطه في السعر من سوق للتاني توقع كده، واكيد برضو هيبقى في نسخه تانيه يعني مثلا 6 او 8 رام مع 128 جيجا مساحه داخليه. واول برضو ما يوصل لي اي اخبار زياده او اي تفاصيل هقول لكم عنها هنا في القناه. وبس اتمنى يكون الفيديو عجبك، وما تنساش اللايك الجميل، سبسكرايب لو لسه، وتابعني على انستجرام وفيسبوك، رابط تحت الفيديو. كان معاكم محمد نوار واشوفكم الفيديو الجاي. Peace.